في مواجهة هذه العاصفة الرملية وتحت أشعة شمس الصحراء الحارقة، يجد المئات من المسافرين الذين يصلون إلى منفذ الوديعة البري بين اليمن والمملكة العربية السعودية أنفسهم عالقين بين الحين والآخر في انتظار أن يحين دورهم في العبور إلى أراضي المملكة بعد أن يتم استكمال إجراءات ذلك العبور الذي قد يتأخر لأيام وأسابيع وربما أشهر نتيجة لعوامل عدة على رأسها الازدحام الشديد. لي 3 أيام عندي تأشيرة من الولد طلبنا زيارة، لي الآن ختمت هنا خط قبل أمس وأنا أبغى أخذ السعودية، دخلت لعند القنصل قال لي مرفوضة، قلت له ليش مرفوضة؟ قال لي مرفوضة، قام يرقم بالورقة الواقية. دحين لي 3 أيام هنا برقم بالزيارة حقي الرسمية دي موجودة ولا شيء بأي حاجة. وفيما يمضي البعض متسائلا عن أسباب تأخر السماح بدخوله رغم سلامة إجراءاته، تزداد معاناة العالقين في المنفذ خصوصا بين النساء والأطفال وكبار السن، فلا تواجد لأماكن ينتظرون فيها سوى افتراش رمال الصحراء الساخنة ونصب هذه الأغطية على رؤوسهم لتحميهم من أشعة شمس لا ترحم، أو الاستلقاء على قطعة من الخرسانة كما فعل هذا الطفل في رحلة النزوح عن الوطن الذي تعصف به الحرب. ولم نستطع الرجوع إلى محافظة حجة بلدي، محافظة حجاب فيها مشاكل كما تعرفون من الحوثيين وغيرهم، وكذلك يعني بيوتنا مهدمة هناك في عبس وفي شفر وفي كذلك في أشرفية وفي كل مكان. ولا يتوقف الأمر على المسافرين، بل إن المعاناة تصل أيضا لسائقي الشاحنات، ومع زيادة أعداد العالقين لم يكن من خيار أمامهم سوى المكوث في مسجد المنفذ الصغير ليتكدس بداخله وبصورة يومية العشرات إن لم يكن المئات ممن تغطعت بهم السبل ولم يبقى أمامهم سوى انتظار الفرج وإن تأخر لأسابيع وأشهر. أوقات عصيبة وممزوجة بخيبة الأمل في أوقات كثيرة، تلك التي يشعر بها العالقون اليمنيون في منفذ الوديعة والذين اتخذوا من هذا المسجد مأوى يأويهم منذ أسابيع وأشهر عديدة. فهل تتدخل الشرعية لإنقاذهم من هذا؟ محمد اليزيدي لقناة بلقيس، منفذ الوديعة.